قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شوف لفظة الطهور من التطهير، إذن الوضوء يطهر من الإيه؟ من التطهر والتطهير. فالطهور شطر الإيمان، يبقى إذن الوضوء يطهر الجوارح من الذنوب والمعاصي والآفات. شطر يعني نص الإيمان، يبقى الإيمان بينظف الإيه؟ القلب. يبقى الإيمان بينظف القلب، والوضوء بينظف الإيه؟ الجوارح. فالإيمان نص والطهور نص. ومن العلماء من فسر الإيمان هنا بالصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم.